بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ طبعا النهاردة بإذن الله أنا هحاول نعمل مع بعض موضوع تحليل الأسواق عن طريق تريد ماب، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة إزاي نطلع الأسواق كلها. بداية طبعا احنا عندنا موضوع الأسواق عشان نيجي نحلله، ماشي. احنا عندنا طبعا لازم بنحدد بنعرف ايه هو ال اتش اس كود بتاعنا والوصف بتاعه ايه، اخباره ايه، ولازم طبعا يكون يعني الأفضل يكون 6 عشان يكون متخصص شوية في السلعة. وطبعا هنا بنجيب الولايات العالمية وبعد كده الصادرات العالمية ومعدل النمو، طبعا نعرف نجيبه ازاي ده كله. وبنحدد بقى أول حاجة الدول، أكبر دول مستوردة للمنتج، بعد كده الدول اللي هي الفعلية اللي هي تستورد مني بالفعل من مصر، بعد كده الدول الديناميكية هتعمل بمعادلة من خلال الدول اللي هي المستوردة. إن شاء الله هنشوفها مع بعض إزاي. طبعا أول حاجة طبعا هنخش على التريد ماب مع بعض. التريد ماب أساسي طبعا، إحنا كل واحد عنده أكاونت يكون عامل اكونت على تريد ميب عشان يديله كل المعلومات يكون متاحه. فانا هخش بالاكونت بتاعي كده جوه تريد ميب، كل المعلومات متاحه بالنسبه لي فري من اي فلوس. بكتب ال اتش اس كود بتاعي 07 وادوس على تريد انديكيتورز اللي هي مؤشرات التجاره. هنقرا الجدول ده ازاي؟ هقول لكم الجدول. طبعا اول حاجه عندنا اول عمود عليه اسمه الطلب العالمي، دي طبعا الدول المستورده، ولو غيرناها تبقى الدول المصدره. دي كل دي الاسواق بتاعتنا الموجوده، ماشي. هنا ده الطلب العالمي على المنتج، وده طلب كل دوله. هنا ده الميزان التجاري بتاع كل دوله، يعني الميزان ده لو بالسالب ده كده دوله كويسه ممكن تخشها، يعني الدوله دي محتاجه من المنتج بتاعنا. لو الميزان ده بالموجب يعني عندها فائض ممكن تصدره، فالدولة دي لازم نستبعدها. وبعد كده طبعا عندنا هنا الكمية ووحدة القياس، هنا الطن حسب بقى طبعا كل سلعة. هنا الفاليو، هنا السعر دوت مش نهائي او مش صحيح، فلازم لازم نكون عارفين ان احنا ان السعر دوت استرشادي فقط، مش سعر صحيح يعني. فعشان كده دوت مثلا في داخل فيه كذا كذا اعتبار ومتوسطات وكده، فده استرشادي فقط مش سعر حقيقي. هنا معدل النمو، معدل نمو في اخر سنة، وبعد كده معدل نمو بالقيمة والكمية في اخر 5 سنين. وهنا بنتكلم عن الحصة السوقية بتاعت كل دولة في العالم بالنسبة للعالم كله، يعني ماركت شير بتاع كل دولة. هنا المسافة طبعا دي برضو بتتحسب كده متوسط بين كل دولة ودولة. concentration اللي هو الاحتكار، دي طبعا حاجة وده عمود مهم جدا لازم يكون معانا، عشان دوت تاني معيار هنصف بيه ان الدول اللي هي من اول 70% وانت طالع ده دول جواها احتكار عالمي. عشان كده لازم نكون عارفين الدول اللي احنا لازم نشيلها من قبل ما نبدأ على طول. فكده هنبدأ إن شاء الله. دي طبعا طلعت لي الدول دي اهيت، وقال لي إن الطلب العالمي على الفاصوليا البيضاء بمليار. طبعا لازم ناخد بالنا إن ده القيمة بالثاوزند، يعني هنضيف 3 أصفار قدام كل رقم من الأرقام دي، يعني دوت مليار 662 628 مليون ألف، مليار 662 مليون 628 ألف، ودي طبعا 158 مليون 068. طبعا هنلاقي ايطاليا هي اكبر دولة مستوردة للفاصوليا في العالم، وكمان لسه عندها احتياج 150 مليون. في واحد هيجي يقول لي ايه خلاص يبقى احنا كده هنصدر لايطاليا؟ لا طبعا مش هو السوق، لازم في معايير معينة بيختار بيها السوق بتاعك. فهنبدأ بإذن الله. اول حاجة هنستخرج اول حاجة الدول اكبر دول مستوردة، هستخرجها بره عشان اقدر اتحكم فيها. طلعها اكسل، طلعت عندي هنا اكسل اللي هي
طب احنا قلنا احنا محتاجين 3 حاجات: دول مستوردة، أكبر دول مستوردة، دول actual اللي بتستورد من مصر فعلا، ودول ديناميكي. أظهر لي كده دي الدول اهيت اللي أنا المفروض أشتغل عليها. فأول حاجة هعملها هسيفها عندي. طبعا هنا كلمة ويب بيج، ما ينفعش أسيف ويب بيج اللي مش هفتح معايا بعد كده هتفتح HTML. فأنا بسيفها إيه؟ بسيفها إكسل ورك بوك 2003. طب ليه سيفتهاش كده 2010 2013؟ لأن 2003 بيفتح على جميع الأجهزة. يعني أنت لما بتعمل باوربوينت أو أي حاجة في الأوفيس، لما تيجي تسجلها سجلها ورك بوك 2003، عشان مش 2010 مش كله بيفتح على مش كل الأجهزة بتفتح 2010، مش كل الأجهزة بتفتح أوفيس 2013. فممكن يكون انت تعبت في البروجكت بتاعك، جبت عشان تحطه على مثلا على جهاز ما بيقراش 2010 او 2013، هيبوظ منك الموضوع وكانك ما عملتش حاجه. فانا دي نصيحه ان انا بسجله هو التاني، بدل ما هي ويب بيج بسجل اي حاجه في الاوفيس، الاكسل او باوربوينت او اي حاجه 97 2003، عشان ده اللي بيقرا كل الاجهزه. ما سجلوش تمبلت، اسجله ورك بوك، واسميه طبعا دي احنا قلنا دي التوب توب كانتريز، وهسيبها بره عندي. هعمل مثلا حاجة اسمها مصطفى كده. سيفت ايه التوب لان ده هنشتغل عليه ونجيب منه الديناميك. كده خلاص بقى عندي التوب. هروح اجيب الاكتوال. الاكتوال بقى هحط هنا دولتي اللي هي المصدرة اللي هي ايجيبت، ودي بدل طبعا ما تكون امبورتس بحطها اكسبورت. يعني كده بجيب صادرات مصر من الفاصوليا البيضاء للدول المختلفة. مصر بتصدر 113 مليون في السنة، وأول دولة أكبر دولة مصر بتصدر لها هي الجزائر، وبعد كده العراق، وهنيجي نلاقي إيطاليا مثلا بتصدر لها بمليون. والحمد لله طبعا الميزان بتاعنا في الفاصوليا البيضاء عندنا فائض، يعني 107 مليون ممكن إحنا نصدر منه أصلا. فده طبعا هستخرجه هو كمان اكتوال بره اكسل اللي بره عندي. انتظر انه يفتح. هو فتح. في حاجة في مش عارف. اه كده فتح عندي اهوت. ده كده الدول الاكتوال بتاعت اللي مصر مصدر لها الفاصوليا البيضاء. مرتب اكتوال، واطلع بره عند البروجكت بتاعي. في واحد يقول لي انت نسيت حاجة. اه طبعا نسيت. صح انت عايز. صح طبعا نسيت. هنا اهو ديت اخليها اكسل ورك بوك مش تمبلت. ماشي، والاكتوال قدامي اهوت. بكده معايا الاكتوال والديناميك. طب هجيب الديناميك منين؟ هنعرف دلوقتي. اقفل كل حاجة عندي، كل حاجة اقفلها. ماشي اهوت. هروح للفايل بتاعي اللي احنا قلنا عليه اللي هو مصطفى. هجيب بقى طبعا اشتغل التوب هنا. افتح التوب. احنا قلنا اول معيار اول معيارين بنصفي بيهم المعيار بتاع الميزان التجاري والمعيار بتاع الاحتكار. هوريكم ازاي طبعا هنصفي دلوقتي. هنفتح الورك بوك اهو. اول حاجه انا بفكر فيها بفك الميرج، عشان لما اجي اصفي او افلتر ما ياخدش معايا الحاجات اللي معمول لها ميرج كلها. ده كده بفك الميرج بتاعي واجي اصفي هنا. اول طبعا عشان انا عايز اعرف اقرا البتاع كويس، بعمل ده كده عشان بس ايه اعرف اقرا كويس. واصغره شويه كمان شويه كمان عشان ايه يبقى كل العواميد قدامي اعرف اقراها. ده شويه كده
اول حاجه معيار الميزانيه التجاري، طبعا هعمل له فلتر هنا واقول له فلتر بالفاليو، واقول له انا عايز يظهر لي الناس اللي هم فوق عندهم موجب في الميزانيه التجاريه، لان دول انا مش هاخدهم اصلا عشان دول هيتمسحوا، فانا بعلم عليهم هم في كل الدول اللي هي الميزان التجاري بتاعها بالموجب. والميزان التجاري بالموجب يعني ايه؟ يعني ان الدولة دي عندها فائض وبتصدر، وقفنا لغاية هنا كده فظهر لي كده. انا دلوقتي المفروض الدول دي كلها هتمسح من التصنيف بتاعي. في طبعا واحد هيسألني هنا ايه هو اشمعنى اللون ده متلون كده، احنا خدنا ان حاجة اسمها الميرور، ميرور داتا. ميرور داتا يعني معناها ان الدولة دي اللي هي جيبوتي مبعتتش بياناتها للأمم المتحدة شهريا زي ما هو متفق عليه عالميا، فخدت بياناتها من الدولة البارتن معاها اللي هي الشريك معاها في الشحنات، لكن ديتنا ما تعملش معايا اي اثر. ده كله لما جه امسح ما ينفعش، طبعا ما ينفعش اعمل كده وامسح، ده هيبهدل الدنيا كلها، ما ينفعش، ده مش مسح. المسح انا بعلم على الصف كله، لما اقف عند الصف هنا ويديني السهم الاسود ده كده معناه انا بعلم على الصف كله لغايه اخر الاكسل، فده كده امسح بالطريقه دي. طب امسح ازاي؟ ما ينفعش امسح كده ودايس كليك وانزل بيه، لان في هنا بين 21 و27 احنا عملنا فلتر، طب في بين 21 و27 6 دول تانيين كده هيتمسحوا معايا لو انا عملت كده اهوت وزي ايه ونزلت بيه. لكن انا المفروض ان انا عشان امسح اعمل ايه؟ بدوس على هنا كده، ادي واحد، وادوس كنترول من على الكيبورد ماشي، بدوس ادي كده التاني التالت الرابع الخامس، ما دوسش شيفت، دوس كنترول واقعد اعلم، اقف على الدولة لغاية ما تحول لسهم اسود واعلم عليها، اعلم عليها سوري، هنعلم من تاني. هنا اتمسحت كلها، ارجع بقى هنا هقول سيلكت اول بقى كله، هيظهر لي هنا الدول هيظهر لي هنا الدول اللي هي كلها بالسالب، واللي اقدر اشتغل عليها كسوق مستهدف. بعد كده هبدأ اصطف هنا كمان معيار الاحتكار ماشي، ولازم اخد بالي من حاجه. طب ما انا ممكن يكون الاحتكار ان يكون مصر هي المحتكره التصدير للدول دي، فاعمل ايه؟ هختار اول معيار الاحتكار هنا، هقول له طبعا اشيل الاسم كلها، هقول له عندي من 70% لغايه الواحد صحيح او لغايه 100%، شيله لي كله عشان ده كده سوق محتكر مقفول يعني ما اقدرش اخش. وطبعا ما اقدرش اخش ليه؟ يعني هيبقى فيه منافسه شديده جدا، مش هيبقى فيه اصلا يعني مش هيبقى فيه منافسه اساسا هناك اصلا، فهتعب جدا في السوق دوت وهيبقى فيه مشاكل كتيره، فمش لازم ان احنا نخش السوق كده يعني. فبعد انا يعني ابعد عن الموضوع ديت عشان مشاكل كتير. فدي الدول اللي هي فيها سوق احتكار، المكسيك، فنزويلا، دومينيك، كينيا، العراق. طب انا ممكن ابص بقى على الاكشوال، اروح اقارن بينه وبين الاكشوال بتاعي، هلاقي مثلا دولة العراق ماشي انا بصدر لها، ده الاكشوال اللي هي مصر مصدرة، انا بصدر لها 17 مليون، نشوف هي اصلا واردتها بكام. هي واردتها كلها ب18 مليون، يعني انا المحتكر السوق ده، بس ده ما ينفعش امسحه، هيجي دولة تانية. ده كده مثلا هنشوف بقى، نقعد بقى نقارن بين الاكتوال والكوبا، ليبيا
بيستورد ب 8 مليون، انا بصدر لها ب 8 مليون، يعني انا بصدر لها ان انا اصلا 100% احتكار. حتى هنلاقي بص 99% سوق احتكار اللي هو مصري يعني. يبقى كده ليبيا مش همسح. طبعا هقعد ابص بقى على كل الدول اللي عندي في الاحتكار واقارن بينها وبين ايه السوق اللي هو الاكتشوال بتاعي. وابدا امسح بقيه الدول زي ما اتفقنا هنعمل كده، وندوس كنترول ونقعد نعلم. طب العراق مش هاخدها، ليبيا مش هاخدها، لغاية الآخر. طبعا هنلاقي هنا إن ظهر عندي دلوقتي هم 3 دول بس اللي أنا مش هاخدهم، يعني مش همسحهم، هخليهم معايا لأن الاحتكار فيهم هو لمصر مش لحد تاني، زي العراق وليبيا والسودان. وأرجع تاني عند الكونسنتريشن، أفك الفلتر ده وسلكت أول، هيجيب لي كل الدول معايا. طب هنيجي هنا تاني، طب أعمل إيه تاني بقى؟ كده بقى عندي دول توب مصفية، ما بيور يعني اورجانيك امبورترز، سو دي هحفظها زي ما هي كده لانها ايه هي ديت التوب بتاعي. طب اعمل ايه عشان اجيب الديناميك؟ هعمل بقى هخش جوه من سيف از. طبعا الاول عشان تكونوا عارفين انا عملت سيف للتوب ديت من هنا، دي حاجة مهمة جدا. كده سيفت، يبقى كده عندي دولة توب موجودة. طب عشان اجيب الديناميك اعمل ايه؟ لحظة واحدة، اجي برضو للتوب تاني هنا وقلنا هنسيف دي كده خلاص. بكده انا عندي التوب مستيف متصفي. وبعد كده هعمل ايه؟ اعمل سيف از، اروح عند سيف از على نفس الفايل واكتب عليه عايز سيف لي الفايل تاني اسمه دايناميك. من نفس الفايل اهوت من غير ما اغير اي حاجه. طبعا اروح على المكان الفايل بتاعي اهوت، هلاقي عمل لي واحده اكتوال والتوب والدايناميك، صح كده؟ يبقى انا كده شغال. ولا هو هلاقيه هنا غير لي فوق كلمة دايناميك، يبقى انا كده مش شغال على التوب، شغال على الدايناميك. اجيب الدايناميك ازاي؟ احنا قلنا ان احنا عندنا معدل نمو في الفاليو في اخر 5 سنين، ومعدل نمو في الكمية في اخر 5 سنين، ومعدل نمو في القيمة اخر سنة فقط. فانا اللي يهمني الاتنين دولت. فالمعادلة بتاعت الدايناميك بتقول ان انا اضرب معدل النمو سواء بالقيمة او بالكمية في معدل الطلب سواء بالقيمة او بالكمية. فهاجي هنا اخر عمود كده واكتب عليه ATD اللي هو الطلب المتوقع estimated demand، ماشي؟ يعني ان في طلب هيبقى في متوقع او في دايناميك او في حركة على الطلب ايه، يعني بنجي بنختار الدول اللي هي نموها سريع في الطلب هيبقى عليها سريع في ايه في العوام القادمة في ال5 سنين القادمة. فنقول له بيساوي، اقول له معدل النمو في اخر 5 سنين، هختار مثلا هختار اي حد فيهم، بختار مثلا بالكمية divided by او في ضرب في برضو هنا، بدل ما اخترت كمية هنا اختار الكمية اللي هي هنا quantity. ادينا الرقم دوت ده كده عالميا، نروح مشدد اهو طب اعمل ارتبهم ازاي؟ طب يعني ايه طيب معدل نمو عشان برضه الناس تكون عارفاه؟ معدل نمو مثلا في الطلب يعني بيقول لك ان الطلب عالميا وفي متوسطه يعني بينقص بمقدار من حيث الكمية بينقص بمقدار 4%، وبينقص برضو في السعر، يعني السعر بينزل بمقدار 1% كل سنة. فكده انا هرتب
الدول بتاعت الديناميك من حيث الطلب متوقع يكون ديناميكي. هقول له سورت كاستم سورت. طبعا انا سميت هنا اي تي دي، فانا هختار هنا العمود اللي هو اي تي دي من هنا اهو، واسيبها فاليو، بقول من الكبير للصغير كده. رتب لي الدول، هنلاقي اول دولة هي الهند. الهند الطلب فيها بيزداد سنويا 11%، والسعر برضه بيزداد 12% من حيث القيمة. فهبدأ أشتغل كده كده الدايناميك وأعمل له سيف. فهقفل ده كله أهو، هقفل أكتوال. بقى كده عندي توب دايناميك أكتوال. طب أنا هعمل إيه بقى بالتوب والدايناميك أكتوال؟ إحنا عندنا هنا في معيار التصنيف عندنا 7 معايير في select countries او التارجت ماركت بتاعتك. عندي الترتيب الاول او المعيار الاول لما يكون دولة في السوق الكبير ودولة في السوق الديناميكي ودولة في السوق الفعلي، اختار اول واحدة. وبعد كده بعد ما اخلص الدول ديت واحطهم بلون واحد واحطهم في الرانك نمبر واحد، اخش على الترتيب الثاني قال لك اختار الدول اللي هي مشتركة في السوق الديناميكي والسوق الفعلي فقط، بعد كده الكبير والفعلي، بعد كده الكبير والديناميكي، بعد كده الفعلي فقط والديناميكي فقط. ده اللي هبدأ أعمله دلوقتي وأبدأ أصنف بيه السوق. هختار هعمل ازاي؟ طبعا أنا هفتح إكسل تاني جي خالص، ده اللي هبدأ أرتب فيه. بجيب الأول حاجة هنا، هكتب هنا، لحظة واحدة، هكتب أول حاجة actual. اكتوال و توب و دايناميك، واكتب تارجت ماركت سوري. وهنا هكتب رانك، الرانك بتاعي ان انا ارتبه ترتيب كامل. هعمل ايه دلوقتي؟ اروح افتح بقى التلات دول هنا، التلات اكسل، الاكتوال والدايناميك والتوب. ها هنا بس هخليه فونت 15 عشان اعرف اقراه كده. واخد اول 25 دولة، يعني 13 و25 يعني 38 لحد 38. خدها كوبي، اروح عند الاكتوال هنا اقول له ايه بيست، اضبط طبعا العمود. اوكي واروح كده في الاكتوال خلاص مش عايزه تاني. بعد وكده كده هروح على الدايناميك طبعا زي ما قلنا خليه 15. او من 13 لغاية 38. طبعا في زون انا مختارهاش، فبختار الدول اللي بعديها. طبعا انا شلت في زونز لاني ديت ده حد علمي يعني ان هو استيراد من المناطق الحره داخل الدوله، لان المناطق الحره تعتبر دوله جوه الدوله، فبالنسبه لي انا مش هتفرق معايا لان ما اعرفهمش. بعد كده اخش اجيب احنا كنا معلش ده الدايناميك، انا اسف، خدهم كده هم.
وبخش على التوب. عندي 39 كده. بقى عندنا التوب الاكتوال والديناميك. طب اختار ازاي بقى؟ احنا قلنا اول معيار، اهو نرجع معيار تاني. قال لك اختار الدولة في السوق الكبير والديناميكي والفعلي. اهو هنشوف اول حاجة الجيريا. طب اختار ده عشان ابقى مش كل شوية ادور اعمل كده، اقوم عامل كنترول اف يظهر لي هنا اللي هي ايه بتاعت البحث. اكتب مثلا اول حرفين الجيريا او اول 3 حروف. موجود. طب اخش هنا اقول له مش موجود. ولا مش موجود يبقى كده دي مش هينفع اختارها اول دولة. بعد كده اخش ايه على العراق، هل العراق موجودة هنا؟ اكتب هنا موجود. طب هنا موجود، يبقى العراق اختارها اول دولة في التارجت ماركت بتاعتي. بعد كده نشوف تركيا، هل تركيا موجودة عندك؟ هنقول له تركيا موجودة. موجودة تركيا. طب هنا موجودة، يبقى تاني دولة. طبعا معلش انا المفروض انا الون كل يوم بيوم واحد عشان يبقى اعرفه. ألونهم مثلا باللون الأصفر. ماشي. ودي هنا أعمل كده. تركيا تاني حاجة برضه لون أصفر. طبعا كل يعني خلي كل ترتيب بلونه. هنقول تركيا هنا فين؟ تركيا تركيا تركيا. انتوا على كده نشوف تاني دولة مثلا ليبيا. مش موجودة مش هختارها. رومانيا موجودة. رومانيا طب نشوف هنا مش موجودة. بعد رومانيا في تونسيا موجودة هنا مش موجودة مش هختارها. بلغاريا مش موجودة. موروكو مش موجودة. سبين موجودة موجودة، يبقى سبين اهيت. ظهر عندي اهوت ان هما الـ5 دول دول هما المشركين في الـ3 معايير عندي. هما عندي العراق وتركيا واسبين وايطاليا. هما دول اول حاجة هسميهم رانك 1. طبعا يمكن ايه تحديد من اول رانك التاني. نيجي للمعيار التاني بيقول قال لك السوق الديناميكي والفعلي، اي دولة مشتركة في السوق الديناميكي والفعلي. اشوف هنا متين هرجع ابحث تاني. يبقى قلنا ديناميكي الجيريا مش موجود. ليبيا نلون بقى مثلا اي لون اخضر.
هنلاقي هنا بعد الاختيار هنلاقي ان 1 2 3 4 5 6 6 دول هم في الرانك التاني بتاعي. بعد كده هنشوف المعيار الثالث بيقول ايه، السوق الكبير والفعلي، التوب والفعلي. طبعا هرجع تاني اقول نصنف نفس الكلام هنا اهو، ادي اول دولة اهي. نشوف برضو طبعا ليها لون تاني خالص مختلف. ألجيريا، بعد كده رومانيا موجودة، بعد رومانيا في بلغاريا، سوريا. طبعا الناس هتقول لي طب ازاي سوريا والكلام ده كله اللي بيحصل فيه ربنا يفك عنهم يعني. طبعا في لسه في معايير تاني تصنيف بعديها لسه، اللي هو البيست اناليسيس لسه بيتعمل بعد الموضوع دوت عشان نستنى فيه اكتر يعني. لسه الاحداث السياسيه دي كلها هتيجي بعدين يعني. ان ممكن الترتيب ده يتغير بعد البيست اناليسيس، بعد موضوع المنافسه. فاحنا النهارده بس بنرتب الاول نشوف اهم الدول اللي احنا هنشتغل عليها. الإمارات، بقى كده عندي اهو بعد الترتيب هنلاقي ان هم دولت الرانك التالت بتاعي. طب المعيار الرابع بيقول كبير، طبعا الدول بقى اللي في الكبيرة والديناميك مع بعض. يبقى نبص هنا كبيرة والديناميك، يبقى هنا عندي أول مثلا نشوف اليونايتد كينجدوم، مش موجودة إنديا طبعا موجودة، إن زي ما قلنا في أول حلقة إن أول محاضرة إن إنديا من الدول اللي هي تنمو نمو سريع في الموضوع دوت. شوف هنا البرازيل، موجودة ألجيريا، خلاص خدناها، باكستان موجودة، باكستان أنغولا موجودة، أنغولا ايه ظهر عندي ان الدول دي هما اللي هيبقوا في الرانك الرابع معايا.
نخش على المعيار الخامس، بيقول ايه؟ الفعل بس. ناخد بقى طبعا جميع، طبعا انا هشوف هنا الصفوف عندي بقت قد ايه، عشان انا لسه عندي دلوقتي معيار خامس وسادس وسابع، فهقسم الموجودة عندي على ثلاثة. هنا هو عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يعني كل اتنين يبقوا مع بعض، فهعمل ميرج كده. وده هو رانك خامس، وابدا قال لي ايه الفعلي فقط. هبدا طبعا ايه اخد بقى كل الاسواق طبعا الونها من جديد بقى خالص، اي لون عايزه، بس يكون مختلف شوية. نخليها مثلا وليكن بلغاريا، سوريا، أردن، لبنان، وابدا احطهم كلهم هنا. هكتب يعني ممكن اكتبهم بايدي على طول، لبنان، وأكمل لغاية الآخر.